اطلعي لي سويت على طول. خلاص ماشي. طبعا انت هتبقى مجهز لي دفعه تحت الحساب صح؟ مالك متوترة ليه؟ لا بقرا العقد. طبعا مش عارفه تطلعي اي ملاحظه. بصراحه حضرتك كاتب كل ملاحظاتي. انا ما اقدرش ارفض لك اي طلب. نفسي أنا جاهزة عشان الإمضاء. مبروك علينا أول بيزنس نعمله سوا. الله يبارك فيك. مش هتديني الشيك؟ ليه؟ يعني يومين كده ودولك. ماشي. نم دي بقى. نبيل مش هوصيك. يا ريت محدش يعرف اني طلعت لك الأوضة. وموضوع العقد ده لو وصل ليحيى هيحصل لي مشكلة كبيرة. ما تخافيش. محدش هيعرف حاجة خالص. يلا نمتي. نمتي. ألو سارة، تعالي ما تخافيش. تعالي اتخضيتي ليه؟ لا ولا حاجة، بس تخيلتك في الأوضة فوق. لا يا بنت، أنا موجود هنا مش فوق. إيه اللي أخرك لحد دلوقتي؟ الطريق كان زحمة وواقف. طريق منين؟ نعم؟ كنت فين يا سارة؟ كنت في المستشفى عند مروان. بس اللي أنا أعرفه إن العناية المركزة ليها مواعيد للزيارة، مش كده برضو ولا أنا فاهم غلط؟ آه بس هما بيسيبوا الأهالي يقعدوا شوية زيادة. اتصل بيك على فكره.